بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع في غاية الأهمية، موضوع حديث على الماي سيكول، يعني في الماي سيكول الحديث بقى شغال، القديمة مش شغال، ألا وهو حاجة اسمها الجيسون. تمام، الجيسون بينقل الماي سيكول نقلة تانية خالص، بينقل الماي سيكول نقلة كلية، بينقلها من عصر الريليشنال داتابيز الى عصر الدوكيمنت داتابيز. تمام، فهي تقدر تشتغل كنوع من انواع الحديثه في قواعد البيانات، الا وهي الدوكيمنت داتابيز. الدوكيمنت داتابيز بتبقى معتمده على، طبعا انا مش عايز اخش في تفاصيلها كتير عشان دي ممكن تاخد محاضرات ان احنا نفصل معناها، لكن انا مش عايز معناها بالتفصيل، لكن عايز العمل بتاعها بس ازاي نقدر نستغل الفيتشرز الجديده اللي موجوده في الماي اس كيو. فالدوكمنت داتابيز بتعتمد في الاساس، او الماي سيكوال داتابيز في كدوكمنت داتابيز بتعتمد في الاساس على مفهوم اسمه الجيسون. تمام، الجيسون اختصار جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، والجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن هو عباره عن النوتيشن، يعني الشكل او الوصفه او شكل الكتابه، والاوبجكت احنا عارفينه بتاع البرمجه ده، والجي اس اللي هي جافا سكريبت. فالجافا سكريبت لما بتيجي بتعمل اوبجكت بتعمله بحاجه اسمها جيسون. فالجيسون شكله غريب بالنسبه حتى لباقي لغات البرمجه كلها، يعني تمام، لو جيت عملت فار مثلا اكس ده مريم وقلت لي يساوي، تمام، اما اجي اعمل اوبجكت في جافا سكريبت بعمله بالشكل ده، ببدا بالقوسين الكيرلي بريسز دول، وبعدين ببدا احط القيم اللي انا عايزها. والموضوع دوت رغم ان كان في ناس كتير جدا بتتكلم ان الجيسون، يعني كان زمان، كنا زمان حتى انا كنت واحد منهم، كنا زي ما العلم بيقول ان دي يعني سباكيت كود زي ما كانوا بيقولوا يعني في البرمجه، لكن اكتشفنا دلوقتي ان كل لغات البرمجه كلها احتاجت الافكار دي في الجيسون، واحتاجت وكمان الداتابيزز احتاجت الافكار الموجوده في الجافا سكريبت، لان هي كانت فعلا بتثينك اوت اوف ذا بوكس فعلا. ومش بس كده كمان، لا، وبدات كل لغات البرمجه لازم تسبورت الجيسون، والا هيبقى لغه تعبانه ولغه مش قويه ولغه يعني افكارها ضعيفه. وبعد كده تطورت لغات البرمجه من البرمجه البيزكس البروسيجر لانجوج يعني الى لغات الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. دلوقتي اللغات كلها بتحول نفسها الى حاجه اسمها الفانكشنال بروجرامنج. الفانكشنال بروجرامنج هي اساسها برضه الجافا سكريبت، هي بس كل الفكره ان هي عندها كده شويه حاجات شكلها غريب، بس هي مبتكره، هي يعني فعلا بتوفر شغل كتير. فمن ضمن الافكار اللي موجوده في الجيسون فايل، لو احنا وسعنا كده مفيش مشكله خالص، وجيت قلت ايه، تخيل معايا، قلت والله انا عندي، طبعا هي ممكن بس مش تخش تشتغل دوكيمنت داتابيز، ممكن تشتغل كي في داتابيز، يعني تقدر ماي سيكول تشتغل كي في داتابيز، تقدر تشتغل دوكيمنت داتابيز. فلو انا جيت قمت قايل مثلا سي، تخيل معايا قمت قايل منين، فاهم، قمت عامل كولون دي يعني بيساوي، وقمت كاتب مثلا ناخد حد منكم كده اول شخصيه تقابلنا، عبير سعيد، ماشي ابني عبير سعيد، تمام، وانا اقول الجندر ايميل، و مثلا اي حاجه مثلا الايج كده مثلا اثنين اي كلام من ده، وبالشكل ده انا كده بعمل حاجه اسمها ايه؟ بعمل اوبجكت. تمام، بقدر اعمل ايه؟ اوبجكت. الاوبجكت ده احنا ممكن نستغله برضو في الداتابيز، بحيث ان انا يبقى ده بالنسبه لي دوكيمنت. الدوكيمنت ده برضو فيه مشكله، حاجه مهمه جدا، انا ممكن اشيل كده خالص وده يبقى اسمه دوكيمنت من الدوكيمنتس بتاعتنا. تمام، يعني دوكيمنت عادي فعلا، يعني لما اعمله كده، تمام، انا بعمله كده الملف دوت النوتيشن ده الكتابه بالشكل ده اسمها اوبجكت، وتقدر تحط فايل كدوكيمنت زي ده دوكيمنت اللي هو النوت باد اللي قدام عينينا دوت ده دوكيمنت. خلاص، هي بتقدر تبقى عباره عن دوكيمنت، وبتعمل عمليات اسمها شيردنج، وحاجه اسمها بارتيشننج وكمبيوتنج، بس انا مش عايز اخش بالايه في التفاصيل دي، لكن عايز اقول ان ده شكل من الاشكال، ده شكل من الاشكال. فتخيل معايا ان انا اروح جوه، اعمل جوه السكول داتابيز كده، ايه ده اللي حصل، اروح على السكول داتابيز بتاعتنا دي العاديه دي،
وهقول له انا هخش على اس كيو ال، وتعالوا بينا نعمل نكرييت تيبل كده بسيط جدا. واقول له كرييت تيبل عشان نعمل فيه شويه شغل. وليكن مثلا تيبل اسمه احنا عملنا مثلا خليه بيرسونز، تمام، تحت كوس، وقمت جاي قايل ايه الاي دي، او نخليه امبلوي عشان تبقى بعيده خالص عن الافكار اللي هتشتغل عليها عشان ما تخشش في وسط الكلام. امب مثلا واديته اي دي، والاي دي ده هيبقى انت، وهيبقى ممكن اخليه برايمري كي، وممكن اخليه كمان اوتو increment. اوتو increment طبعا مفهوم، هيعمل عداد تلقائي، يبدا اعمل عداد بشكل تلقائي. وهعمل كل كمان اسميه ديتيل، تمام، الديتيل او الديتيلز احنا عايزين نسميها، وده هيبقى نوعه جيسون، يبقى نوعه ايه جيسون. وخلاص مش محتاج كمان حاجه ثانيه من الديتيل من التيبل الجميل بتاعنا. التيبل طبعا بسيط جدا يعني، قلت له يلا بسم الله. قال لي التيبل اتكرت، التيبل ايه اتكرت. طبعا الجيسون مش بس داتا تايب، يعني مش بس مجرد حاجه بسيطه زي كده ان هي نوع بيانات، لا لا، نوع بيانات ايه بس، ده الجيسون ده فيه شغل يعمل للصبح يعني، فيه داتابيزز كامله كامله، ومن اقوى قواعد البيانات، وقد الماي سيكوال، والحاجات قويه جدا، هي اصلا كلها قايمه على الجيسون فقط، قايمه على الجيسون فقط. فالموضوع مش بالبساطه اللي احنا ممكن نبص لها خالص، الموضوع عميق جدا في الجيسون. فاحنا هناخد عنه نبذه على قد ما ربنا يسهل لنا يعني. طيب لو انا جيت عايز اعمل ايه؟ انا بحاول اكتب هنا، جيت قمت قايل انا عاوز مثلا اعمل انسيرت ايه، انسيرت عاديه جدا في الجيسون فايل اللي احنا اتكلمنا عنه. فما قايل له مثلا انسيرت، طبعا احنا عارفين برضو ان الاوتو انكريمنت ده الاوتو انكريمنت مش لازم ابعته في الانسيرت، لو ما بعتوش في الانسيرت هو بيجنريت اوتوماتيك، تمام، هو بيجنريت ايه اوتوماتيك، مفهوم الفكره؟ طيب فقلت له انسيرت عادي انتو، والتيبل سميناه ام صح؟ قلت له فاليوز الارقام اللي انا عايز ابعتها لك، المفروض انا بعت لها من غير ما ما قلتلوش ما حددتوش الفيلد سنه، يبقى كده هيدخل انسيرت في الديتيلز على طول. ايوه كده عملنا تمام فاليوز، وابدا ابعت الجيسون. الجيسون بتاعي اكتبه كده، اكتبه كده ما بين سنجل كود واقفل في الاخر، تمام. وهو بقى ليه بقى بكتبه بين سنجل كود؟ اكتبه سنجل كود لان انا هستخدم الدبل كوتيشن في الشغل جوه الداخلي، او اعمل العكس احط دبل كوتيشن بره واستخدم السنجل كود جوه عشان ما الخبطش نفسي. فهاجي ببساطه ببساطه جدا اقوم قايل بسم الله، احنا عندنا والله مثلا اني ماشي، ومش مش محتاج انك تكتبه كابتن او كده، اني بحب او نعمايا بتتضايق اني ماشي، قلت اني بيساوي انت اي كان اسمها ايه عبير سايت عبير، تمام. طيب كومن، ومثلا نقول او مثلا ممكن نديها السبب بيساوي مثلا، مفيش مشكله طبعا، يفضل برضه يكون ايه الرقم يتحط ما بين دوت كوتيشن برضه عادي. طيب ممكن نديها ايه؟ هديني افكار كده معلش، البيلس ديت مثلا، ايه؟ حط البيلس ديت ماشي، هيتحط بنفس الاسلوب كله، تمام، تمام، كلهم بنفس الاسلوب، هي هو اوبجكت عادي جدا. تعال خلينا في الشكل البسيط الاول، احنا مش الغرض ان احنا نكتر، الغرض ان احنا نفهم الفكره، ماشي. خلينا كده شكل بسيط عشان الناس تبقى مركزه في الجمله بشكل كويس. بسم الله، قلنا جو، قال لي عندي مشكله امب دوت ديتيلز
اللي ده رب يقولك فيه constraint على ال في قوس مقفول اللي هو قبل النيم. ماشي قوس. لازم القوس بتاع الجيسون فايل يبقى مقفول بشكل مظبوط. احنا نزود هنا عشان بس التعليقات بتاعتي تبقى كامله. تمام. احنا زي ما قلنا في الاول لازم الاوبجكت بيبدا بالكير ريبليس ده وبتقفل بالكير ريبليس ده. تمام. قال لي 1 رو انسيرتد. تمام. والاي دي بتاعها ايه؟ خدت الاي دي بتاعها واحد. وبالشكل ده احنا ممكن نضيف اكتر من شخص. مثلا احمد عبد الماجد. ماشي. قلت له لو احنا عملنا ايديت كده. وقلت له السالري خليته مثلا 11 وجيت قلت مزود قلت له الجندر بالدوت كوتيشن يساوي ام. طبعا المفترض كده ده ايه اللي احنا زودناه ده هيخالف الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع عبير صحيح؟ هنزيده ده ليه؟ تمام يا دكتور. انتوا باين عليكم رمضان مقصر معاكم عليك. زي ما هو مقصر معاكم. طيب. حتى منكسر تقول ايوه طيب المهم انا قلت جو قال لي قبلها تمام قبلها ايه ده؟ هو ينفع اوبجكت يبقى فيه زياده عن اوبجكت؟ قال لك اه عادي يعني في الدوكمنت ده بيز الكلام ده مفيش مشكله خالص ما عندناش مشكله. طيب لو رحنا بصينا على جدول الامب ده اهو بسم الله لان الجدول الامب اهو الاي دي واحد النيم عبير السبب ايه؟ 10000 النيم اللي هو رقم اثنين احمد عبد الماجد سبب ايه؟ 11 والجنتر كاست طبعا احنا ممكن نقدر زي ما احنا عارفين في الاوبشنز نقول له ايه؟ ده انا فول تكست ادي الجنتر بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ وبالشكل دوت احنا قدرنا ان احنا نعمل ايه؟ قدرنا ان احنا نضيف الاستراكشر في الماي اس كيو ال استراكشر بتاع التيبل مش ثابت انا بس كده اشتغلت اكني بالظبط يعني ده كي وده فاليو تمام اكني عملت كده دلوقتي كي وفاليو والفاليو ديت اللي هي ديتيل انا شايلها بمزاجي بسيب بمزاجي طبعا الموضوع دوت انت ممكن تحس ان الموضوع يعني طب يا دكتور لما نروح نعمل بقى سيلكت ستار فروم ام مثلا هيعمل الجدول ويسيب الجندر بتاع عبيد فاضي ولا نال ما هو ده اصلا اللي احنا فيه دلوقتي ما هو دي اصلا ايوه هو كده طيب. هو عشان طيب. بيجيب لي البيانات دي بيشغل السيلكت اسس طب هو بيحط حاجه في الجندر عند العبير ولا بيسيبها فاضيه ولا بيمشي ايه؟ يعني الوقت بالنسبه لهم انت اصلا ناسي انت طبعا انتوا طبعا متخيلين طبعا كلكم ان الداتابيز بقى وكده اللي هي الافكار اللي احنا عاملين نسالكم في الداتابيز ايوه من الماده اللي فاتت ولا هو ما جيش ناحيته خالص ولا بيسال هو الموضوع مختلف تماما وانت بتشتغل كدوكيمنت داتابيس كل بيان من دول بيتخزن في فايل بيتخزن في دوكيمنت زي الدوكيمنت اللي قدامك ده تمام ملوش دعوه بالتاني خالص وبالتالي مفيش حاجه اسمها نل ومفيش حاجه اسمها السبيس بتضيع ومفيش حاجه اسمها الكلام ده كله مش موجود تمام لانه في الاخر هو بالنسبه له اي دي وبيشاور على دوكيمنت الدوكيمنت دوت خلاص ما فيهوش اي ضياع من اي نوع فهمت وبناء عليه هو ما عندوش مشكله في ان هو يضيف ويعدل ويحذف كل حاجه ما عندوش مشكله فهمت ايوه تمام كويس جدا فانت هتلاقي شويه افكار كده عجيبه يعني ان هو هتلاقي الافكار تبدا تبقى غريبه شويه والامكانيات بتزيد جدا طيب